إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوحو كبلا ما يا كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشدة صدح بغلية سغالية صدح وعلى قجره وسيوين كان مركا وحا كمدا هيد الوصية اتبعت الوصية الرابعة للأبناء عند الزواج وهي هيد أما هذين صوب الأبناء الوصية الأولى للمربين وصية الكوباد وحا الله دردار مي ومعنوها ها تدريب واحد أجب كتشواب بوضع علامة الصواب أو خطأ كتشواب تدريب كان أما ليلس كان أوحد كتشواب تعلامة الصحة أكو قرامة خلط كا مركا وحو الوصية الأولى للمربين وصية الكوباد وحا دردار كالسي ددك ددك تببرة أدبت هي أخلاق هي أنشح ببرة الوصية الثانية للآباء طلبات آباء يا شيهيد الوصية الثالثة للقضاة قرصور يا شيهيد الوصية الرابعة للأبناء عند الزواج سافر أضوحة يا هيد يدو الله دردار ما ينمو ذمركي قرسانيا الوصية الخامسة للجنود للجيش تشرى أضوحة يا هيد إذا مضى دقالك الله دردار ما يدقال قليا اتبعت أم إياس قبل الله يا هذا وحي الرعضي جميع النصائح أمها هو يديد يعني تلوين كيسي سؤالنا وير راعدي يطبنك اهيد عمل الطبيب دخترك شغطة وقبتا يشبه وحي وقت عمل المربي نينك يعني تدك التربية اخلاق تدك براء قارهان دا غير اي اسكمي ذي هي دخترك ومدو لبو الدوية ونينك يعني دخترك تشركو الدوية نينك مربينا نفت اي الروح دو الدوية في الرأي عطبة عطبة او نينك دردارك سيئها وينو يمن دون وسيوين كاش شنطة اهي سيدو واركا وحو واركا عطبة ان اي سكوبي ديهن دخترك ايو اي سوء جيهن باني داهنو يسوء جيهن دخترك ايام ربك ومارة تمدو لبا او دويني شخصي دين عو كدويني يبا اسلامار كاد دوود او سينا ايو وحا او قادابو ارنا ايا عدرك ماركو عدرك قرتو دوود او كوها بوانا سيا ساسو كالي ايا ادنا او تربيني سا قفك سياد او دويني سا وارهرت عدرك يعلد وقاتا أنجبت أم إياس واحدة شيء جد الشاعر إمرأة القيس إنك لو رنجري قباياقي إمرأة القيس أووقي بابشي يعني واقوا بدن كود واصح تاسداسة هاي تنكر واللمد يعني قار بركوا لي هاي وصيادة أفراد واحدة هاي للأبناء عند الزواج والغي أبعين وحلقة بدلو شنطة ويسكو سحة دوانا إن شاء الله ويكر دوينهين توه رئيسي واساس مربين تا ايا لو دردارمي وننك لقا هذا عطبة ابن ابي صفيا ايا او دردارمي طلبات وحي اهي وسيدي لو دردارمي تاولي اباياشو هبلها لو دردارمي امرك قرسان ايان ايا اهي وتقول لو دردارمي ايا اهي تصدحات واساء الشيقي يولي القضاء وعمر باو دردارمي كالصور اياشو taafraysa wuxuu waa innamadu markay guursanayaan dardaaranka la siiyo waxa ayaduna ahay ciidamada talo dardaarmaya dagaalka markay galayaan oo Bakar baa bixinaya way inay ma doonaan insha Allah tashanaadu ku sheegay ciidamada loo dardaarmayna waxa weeyaan oo mar taynimada loo dardaar waa taashanaad oo nisaan la ilaahdo dul isbuuc al cadawani ayaa dardaaranka bixinaya yaani way inay ma doonaan insha Allah quwas تدريب تاني اختر واحد دورت على جواب جوابته أن مناسبة كوها بون بوضع دائرة حول الحرف صحيح هذا يقول يعني حرفك سحظة أي جوابتي سطحي قوبة قريبه كله الوصية الأولى كانت من أب لابنه وصية كبادوها يا هيد أبو دردار ميا إنان كيوراي با معلم لتلميذه وهو معلم أردقي سوء تلدار ميا أموحه أب لمعلم ولده
wuxuu ha aabo u dardaarbaya ee macallinkii arurtu wuxuu ugu dhigayay taa horeysa waa saaso nin aaba ayaa u dardaarmaya macallinkii arurtu wuxuu ugu dhigayay waa to koowaad santa ku wayno yiman doonaan ilaa waa ku cajalada ka dhageysiin bay ahaayeen ee waxa markaa ku xigeeytiin nasaxad sawjatu auf ibn taha nin kale ila auf gabadhiisa ay haaskiisu waxay u dardaarantay inantii ay dhashay alif 9 nasaaxa 9 waano ama 9 dardaaran 9 shay oo dardaarantay 5 ba 5 nasaaxa 5 dardaaran jiim 10 nasaaxa 10 taa 10 kala saaxa jiim kala saaxa 10 bay ahaayeen 3 islaahul qaadi inuu dhaxdhaxaadiyo yaani garsooruhu bayna muslimiina muslimiinta dhaxdooda oo si sulh ku kala saaro oo garcada u ahayn alif haram wa ma banaana ba waajib ma waa waajib jiim jaiz way banaantahay jaiz kala calaamadinaya inuu maartay sulh iyo ka dhaxrido heshiis is afgarad inuu ka dhax abuuro oo maartay isagoon go'aan kale baridin waxa ay ku raali yihiin labadoodu inuu maartay ku kala saaro waa u banaantahay arba ala qaidul jeishi ninka ciidamada hoggaaminaya waxa dushiisa saaran istishaaratu inuu la tashado alif dawi ra'yi dadka aqaliga iyo aqoonta u leh cilmiga dagaalka ee ciidamadiisa kamida ee ama cid kale oo qaashan karaba aqaliga leh ba kabaar sinni dadka da'da weyn inuu kaashado ee uu tala weydiyo jiim caamatul junud ciidamada guud ahaanba marka waxa taxaysa alifka dawi ra'yi dadka aqaliga leh ee aragtoodu dheer tahay loo tashanay 5 alladhi yafru min al'adu aduwi ka aduwga ka carara khawfan absi awadad uga carara jazaa abaalkiisu wax weeye alif ridallahi ilaahi ba qarra luqadu nafsiisa la fakado ba ghadabullah ara ilaahi ba ayu noqdo abaalkiisu jiim ciqaabu qaid aljeesh wax ciqaabaya hoggaamiyaha ciidanka iyo ninka maarta ciidamada taliyaha ciidanka waxa markaa la oonay ghadabullah haday yani tahay maartay marka diinta la difaacayo qof ka carara اليمين على دارته وحا اي قبطا على الف على المدعي قفكا مدعي جه واخ شيغانيا اي واخ كما قيهين با على المنكر قفكا ديدن ومدع عليه جه الا وحا شيغيس انو ما قبو جيم الشاهد قفكا من خاطئا واليمين على المنكر بلونه مركا وعلى صحيه بعضه قفكا ديدن ومدع عليه مركو وخاتي وي مدعيغو يا دارته قبطا مدع عليه قفكا لا هيستو hadii markaati uu haduu mudacigu markaati waayo waxay hadiidku awl yimin calaaman ankar daartu wax lagu leeyahay qofka isagu diidan wax loo sheegay sabaa nasaxadul isbi' ninki looran jiray wuxuu la taliyay al cadawani looran jiray dul isbi' al cadawani alif innahu inankiisu la taliyay ba imdatu inantiisu la taliyay jiim qawmuhu talkiisu la taliyay inankiisu la taliyay wuxuu ahaa taliyo madaxa waanu daaweynaaday kulgaas waa inay imaan taayiri haddii aad taladayda waan weynaaday noloshiina maartay imanka waan ka quustay talaan ku siinaya talada haddaad qaatay idankaygiyo tolkaa waad u noqon madax waanay ku dooran doonaan waana hoggaamin doontaa darajadii aan ka gaadhin waad ka gaadhi doontaa haddaad taladu ka raacdo inankiisu la talinaya marka tamaaniya maata dul isbiil cadawaani ninka la oran jiray dul isbiil cadawaani iyo madaxda ahaa wuxuu dhintay alif shaaban isagoo daayar ba sheekhan isagoo odaya jiim fi ardalil umar isagoo daadiisu ay aad u weyn tahay soo aad way muunatay ninkaas tadrib taali laakiin sadaxaad ajib aan asalati taaliyad ka jawaab su'aalaha soo socda qabla afwan bixtisaar si kooban hadal kooban kaga jawaab alif limaada yajibu ala murabbi islaahu nafsi maxay waajib u tahay qofka wax tarbiyeynaya inuu naftiisa hagaajiyo qabla islaahi man yurabbi intaan u hagaajin qofka u tarbiyeynin walaalay dadku isaga eeganaya ficilkiisa eeganayaan oo markaa waliba dadka daada yar wuxuu isagu sameeyay wax wanaagsan ma u yaqaanaan wuxuu iska daayeen wax hunda u yaqaanaan ficilka iyo qowlkana dadku waxay qaadan ugu ficilka dabana inuu isagu marka hore islaaxiyo tarbiyadooda dadkan u tarbiyeynaya ku jirta oo taqawigii waa ta ficilka itinin ma aha mulasha maxay shayada ugu muhiimsan ama ugu mudan alaatii taaso yucallimuha almurabbi lil awlaad oo barayo yaani ninka murabbiga wax tababara carruurta yar uu barayo waxa ugu horeysa marka horeysa baritaanka diinta iyo maaratay muxuu ahaa caqiidadooda arrimaha yacni diinta ayaa kow ka ah yacni waxyaabo badan oon arki doonaa ayaa ugu muhiimsan talaata ma ahmu sifaat maxay tilmaamaha ugu mudan ee ugu milgaha badan ugu qiimo badan alati taakhudu biha
البطاطا عند الزواج يعني قادر يسوي إن أنت قشان تدا أما قبل ده ده يري لجوسه لبرك لجوسه يو وطبعا كيلو دار دارم باكمل ده إيه إلى هالسو سيقول قيمة لا ولستو يعني دقن وناك أخلاق وناك قناعة باكمل ده إلى هالين تقول يا عروت يننكا يا مارتي أخلاق ده أش حي الدين ته وحياة يحشوت وحياة بدل قيمة سو سأقول وتوقف قيمة له قوري يدد هجامي كرتان أربعة ما أهم الوصايا التي يأخذ بها القاضي معايتهاي أرماها أقومي مثلا أما دردارنا أقومي مثلا أو قاضي نيكرسورو كو أو بخرو دردارمي ما عمرو دردار عمر قاضي إياس وإنه أمان دونا باك كميدا خمسة ما أهم الوصايا التي يأخذ بها قائد الجيش معايه دردارنا أقومي مثلا أو قاضي نيكرسوريها عيدن كو أو بخرو دردارمي عيدنكا أي أنه يمن دون يقوم ما أهم الوصايا التي ذكرها ذو الإسبع العدواني محيهين دردارنا دي يقومهم سناء أوشا يقي ذو الإسبع العدواني وأنا كان يمكن يشيقين إنه كيس أو دردارنا وينه يمن دونان سبعة متى لا تجيب ضاعة الوالدين قور ماني أهم واجب إن الأقبال لبدا والدو حي كفريان وهذه معسي إلهي كفريان إن الأقبال معها مركها إلا إلهي بقى علادة لي أقبالاتنا لي يعني وأضوه من لبدا والد هدي وانا كفريان ووناك هذي وحى أنا دب هاي نوال كذا هذو دم بله هاي قري هاي نوضو لو يهلي مايو ثمانية ما لا متى لا تقول شات الإنسان قور ما لا أقبلين مرخاتي وقفوا فرعيه لو مرخاتي وحى بضم ما لو أقبلين باكرة هذو قفوا يعني مرخاتي قلبا أنوهين إن بضم ما لا أقبلين تدريب الرابع أكمل الفراغ ما شبنان بوحي وحكوب حساب بما هو مناسب وحكوها بون سؤال شو واحد اللي يكون أول سلاحك han noqdo sheyga ugu horeeyay ee aad ku hagaajinayso ubadkayga li waladi caruurteeda islaaxu nafsiga buu ku han noqdo islaaxa nafsiga horta adigu nafta la hagaajin buu waanaki murabbi ka waarto uu dhiibay ninka la maartay ee ina ibn abi sufyan wuxuu yiri adigu ha ka arkan wanaag markaas ay qaadanayaan wanaag adigu isku bilow si wanaagsanadan itniin la tan qulhum ha ka kaxayni من علم علمها كررين إلى آخر علمك لها أخرين حتى يتقنوه بول إلى علمك هراء السقان ويسوونا أكسانو برطان فنيد علمك مركا أدمدو بلوضو كاكاك حينكو كرهو بلابد إلى كاسف في عن أو برطان قلبكو مشغول كل دابو لعلمي لك للدول إيسو انقفو كاهرو كبو قنين كو كلال لقو بوتسيو أعوه لكون لهم كالطبيب ونقصي لأخترك الذي مركا محاسكو بحرس الذي بيسو كو توجيسو ماها الذي لا يعجل كاسون ددجنين بالدواء انو دواء قرو قبل ان يعلم الداء انتانو اوغانين عدرق يعني ورقا ورقا وحو نخطوكو آسكو مشغوليا انو عدرق هلو سو دواء دي حقوها بوريد او قرو ادنا مركا للبها توسيقيسو ورطا دليشيس اوغو دبا انو وحا اسكو توسيق لحيد مركا كتري لكن ادو انفهمين بار نبتو غالك يخص عطو حداد توسيون wixii umarka wax ku toosi lahayn horo uma helisin cilad adoonkan ama ilmaha yar ugu wacan inuu midan qaloocsamo horta markii hore ugu buleed kuuni lahu amatan waxa ku tiri gabadha markay dadaalmisay kuuni waxa uu noqotaa lahu ninkaaga amatan adoon oo saadoonta ugu shaqee liyakuuna laki wuxuu ku noqon doonaa adigana abdan adoon faamadu adoonka dadig abdan oo adoon kalab adna adoon buu ku noqon wax walba uu ka qaadan amalkaaga uu fulin markuu qalbigiisa aad qabsato يعني يسقون وحول بقى وقوه ريا خمسة فإنك أضوي خالفت أمره حديد أمر كيسة آت خلافته وآت كله حتى بيت يدروا عن كاسو قلوا وحلقوا بحنية أري لم يدهونه هذا أمر كيسة خلافته دي أضوي نوحي أدوني سي كهل ميسي هذا أمر كيسة خلافته waa dad aan markii saad khilaafto oo aad ka leexato yani kulliiba amarka haldii la khilaafo yani sidee ka doonaysaa inuu ka helmayso oo isaguna kaga jawaabaa uu waa amarkeedu uu diido uu inta badan ama waxay doonaysaa ka weydo uu xagaas ay noogu mandato insha Allah marka albayyatu ala man ankara baa lagu buuxinay albayyatu ala bu ku tooji على المنكر ويا مركا سينا صامر رأي قف جديدا وحلو الشيطان السلح الجائز بين المسلمين إلا أبو تبنى قرى هالكا
إلا مرقع لقوقنا صلحا حرم حلالا أو أحل حرام الشيس والأو مسلمين تلقوا دحد حاذية وانقرع داو الله قادن دحد حاذة صلحة لكينو حال لقوقنا وبرناية هذا صلحة شيء حلال حرام كدقين أما شيء حرام أنا حلالين إذا لقيتم الذين كفروا بأهد الله قال هذا قال الله قال أنت قال اسمها الإسلام فلا تولهم الأدبار ويبركة دبرك هو تشيدين حق الضنباء هو تشيدين حقية عين التعبير الشفهي والكتابي إما كان هو هل أبور مارة عرس حق أفكا يمد قرآن لبضا قيبضه أولا التعبير الشفهي كي يقول أفكا أها يا أفكا لقيت شوابي بين كورينينا تدريب واحد بما تنصحه محاط فلات خليني كل واحد مدكستا ومن هؤلاء يكون صوص عضاء اللي هو شيء قدونه محاط فلات خليني محاط يعني أترد على نشاد الثنائي واشق الله وقف قبنا هيا لا بقف يعني سويدني أخاك ولاك محاط فلاتين أما صديقك أك مالك حريقة صلح حيو أما صاحبك الذي يريد الزواج ولاك يريد قرصد الدونية أما صاحبك يريد قرصد الدونية ترى محاطين لهيد وعقم هذا كو وقورس قبل دين لها دي تقيرون تهي ذات دين إنه قرصده وكمد إتني إمنا تكالتي تريد الزواج إن أنت هذا قور دونيس أو مارتين لو سوقت فريسي محاط فلاتين وهي قوري قد أسيا وقورس فلاتين أو مارتي أخلاق هي أنشح هي أمر قادة شبه سكوترة ثلاثة أخاك الذي يشكو كثيرا من زوجتي من الولالتين وإن بضع حاسكي سكعوضة إيانا دبكو هايسو كان محاط فلاتين دينو دلقاء تواء كمد دينو كل قرية يعني وعدي هواء كمد إصلاح إنو كوه ريسيا كمد هاقاتيو أربع أختك التي تشكو كثيرا من زوجها ولاشا وإن بضع نيكي كعبان سينا ولاشا ونيكي دين بضع كعبان سينا محاط فلاتين وعلاقاتنا يوحبان يسينهم قول هم بقى خمسة أخاك صديقك ولارك أما صاحبك الذي يريد طلاق زوجتي ولارك أما يعني صاحبك أو دوني إنه قبل يسافر أما حاس كيس محل رنعي ترى يعني مر والبا إنه يعني قولي سهجة شتو هذو هاي سنكرين أو مارتي أنا كده دين لو أبغض الطلاق أبغض الحرارة طلاق أبوها هي مهم أنت صورتك لا ستة أخاك صديقك ولارك أما صاحبك الذي يريد أن يتزوج أجنبية ودون قبل أجنبية كتابية وكتابية لو قلت أجنبية يعني لو قلت ترى الشيء أولا لطول معها ومضللك المسلمين تقارنوا بيكي لكن أجنبية هذا على حق إسلام هو كتابية وفي يعني مثلا كريستانة أما يهودية الله سيدنا قدانا أي دون القرصده محاط فلطلين كل بين لقودك دقو قال قلتها لما يوضع فيسا قف أهل سكبان دين بأيضا نحن way banaanta bare la kitabiyada la guursada laakiin banaanta waxa ka sokeeyaa hawlaha ay kula galeeso iyo rafaadkeeda ayaa ka hawl badan qof aanad yani iswaydan diin baahayn dadankeedii iyo maarta damacay nololeed baaba si kala ah kulayn suba diin baahayn ba tadrib tani hal tuwaafiq aw la tuwaafiq niyad raacsan tahay mise maraacsani walimaada hadda raacday maxaad ku raacday walimaada hadda raacweeyay maxaad ku diiday nashaad sunaan laba qof baa iswaydinaya واحد الزواج السعيد جورك راح هذا ينرسى ونحسن له هو الذي يخلو من المشكلات وجورك عن لحين لبعتوي كل واسع عن تصدير لبعتني سيرت هاي لما وعي وجور راح هذا لونك رأي خلاف يمرني يسقورمات استجدي شو هذا عن لحين دوار هرو نحسن يجور ويسوي اتن أبغض الحلال عند الله طلاب إلهي يقول عبي وح بنان وهذا نشر عقب بنيه هذا إلهي نعبي وحوقهم يعني فرينك يعني فرينك مو ونحسنه ثلاثة أكثر وصايتهاي ثلاثة أكثر الخلافات بين الزوجين أنت بدن خلافات كذا لبدا إسقابة سببها الأقارب أنت بدن واحد دليا سببها واحد دليا الأقارب دتك حكت ده لبدا إسقابة وحية لبدا هكرا هذاني أي أنت بدن لسبق قصدا أما دبك كذا حورية مرة بدن ما يتحسد على يعني دتك الصور حق رامه أمارة خلخل أي خلاف أي جليات هذا نوح إلى البيت السعيد قريقة وناكسني يقوم وحكو تاغين يهي وكل سيء على الحوار وضع هذا على الحوار وضع هذا يهو تفاهم إصاف قرشو ليس فاهمه لا سبرتو أو أي وحيس ويديان خل والبا ستة من أهم أهداف الزواج قريقة وشيدوين كيسي وحا وقوم مهم سنة وكاملة الذرية صالحة إن أبد وناكسن لقو كريو أيها كاملة وها كمدا
waxyaabaha loo guursado waxa ugu qiimaha badan waxa kamid ah oo wanaagsan oo Korea kamid ah ayaa kamid waa sax tadriib taali kale ee saddexaad qum waxaad qabataa maca fariiqna adigoo koox la shaqeynaya min sumalaayka kamid ah saaxiibada bisharxi aayaati wal ahadiithi taaliya sharxa oo macneeya ahadiithi aayadan soo socda nashaad al fariiq waa shaqo dhowr qof qabanayaan laba qof tani maaha ila maca sumalaayka wal fariiq bali koox قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن بالله ايق وطال لي ما فينا ولا تنكحوا هجورسنا المشركات دمرك غالدا حتى يؤمن كون ما مشركات وي كدوين او ايق وا قار اهل الكتاب ما وا مشركات ايق ما بنانا غيبود ما بنانا كل دين دين بهيسن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا بالله هاو غورنا رغا غالدا اه ان دين هيسن غبيغيدبا tumarka muslimiinta muslimaadka ha u gurina ilaa ay iimaan yeeshaan oo marka guurkaasi isagu maba banaanaba kul hadaan dumarka hadaan qofkaasi diin haysan ba diin samaawiya ma ha diin oran yaani qaar ba diin ma kala sheegta diin nabi lagu soo dajiyay hadaan kulka horeba haysan ama nabi muusa noqoto tawraad ama nabi ciisa noqoto injiila hadaan haysan waxba guurkoodu maba banaana gabigooda way ku waa qaal rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulku xuli istawsu bin nisaa khayr tumarka wanaagu dardaarma rawal bukhari ba wari itniin khayrukum waxa idin ku wanaagsan dad yahow khayrukum dadka ugu wanaagsan li ahli haasiis iyo yareerkiis ayaa idin ku khayr badan wa ana khayrukum li ahli ana waxaan ahay hadan nabi maxamed ahay nabi kaleey salaatu wa salaam ana reerkayga idin ku khayr badan oo si wanaagsan loo dhaqmo ana ugu fiican ayu nabi kaleey salaatu wa salaam marka dumarka la dhaqankooda iyo reerka si wanaagsan loo dhaqma khayr iyo wanaag ba ku jira ثلاثة يا معشر الشباب النبوي يعني كواحد يا كلن كدلن يردو كلن كدلن يرد ميل دلن يرد أي شوكتو أورن دلن يرد ميل كستو شوكتك اللي أنت يا معشر الشباب دلن يرد يدعى يري ميل كستو شوكتان ما نستطاع عقفك أوض له أمد منكم يدك يدك كم ذا الباء تجور يجعل مضمر إيو إسلام مركا وحي أكون دقلها إذا قالها فلتزوج هجور سدو فإنه جورك أغض إسجع أعد الله به للبصر إندها إسجع إيشا قول لا لجا كإلالية هي معرفي إن هنقلك تأكتو نفت إيمانك قبطان إيمانك قبطان يجور حلاله إيش وأحسن للفج فرجي إسجع إلالية أورورة حبنت ترى كنا حمام بوك إلالية جورك قفك إيمان قبا إهرير حلاله لا وحيراته حمام كلا إني أقعه يحرك ويدارس إنه سمايا ويراتاح دين لي وما لم يستطع قفك أن كرين وحوكر ويا محي حول الآن يحرد يسمرا فعليه بالصوم وحكوا وحدوش جسارا أو ناس إنه صومه فإنه له وجاء صوم كاسوح وياي بفان يإلال وحو تشبية مركو قاتل يعني لاسمه همدو يريه dawana inta uu reer helay xalaala soonka ku daalmay wuu ajir baa u socda naftiisana waxa kamee rawal bukhari bukhari hadith kana wariyay saaniyan at-ta'bir al-kitabi wa hal abuurki iyo hindisihi iyo uruski aha qoraalka tadrib waahid aad qiraa'ata nasl qiraa'a waxa dib ugu celisa hadalki akhriska aha oo muxuu ah al-malyun kaan ku soo maray malyunka ay gabadhu lahayd malyun baan u tartamaya ay tiri ay qoyskeeda isugu yeedhay alwaaridi ee ku qoraa fi safhati 323 xaashida 323 uu ku qoran yahay iyo waa 325 xaashida 325 waa 326 saddexda xaashood uu ku qoraa 300 inta u dhaxay 330 iyo 320 marka soo akhrido si fiican u fahamto thumma a'id ku'aliha daba maxaa su'aysa xikaayatu inaad hadalka qoran ka sheekeyso adu oo aad dib u qorto seed uga sheekeynaysa bi asluubik hab adu waa leedahay sidii uu haw soo guurini alfaada cusub iyo hal abuur cusub iyo curis cusub adu adoo macnihi macnaha iyo haraga kale si salxi ku sameey oo sida doonto adu marka u dhig oo macnaha uu qaado dabeena erayo dambe iyo maartay u sameeyso qaab dambe adu
مستعين بالعناصر قبل جيبه صرخي قال قصة مياه أنت قف معناها قاتق قبل كأورا معنيه نقوله هذا نكذبون سيدوا يقولي هرجة كسيب أو طبعا أنت الألفاظ هالك عندك تو معنيه أدو واحد بارسنا أريء أي أري أركت الله رحي وهذا والله يا من قاب كون يسون قرتو قاب كأو قريه مستعين بالعناصر التالية غضب بدن نكاشو وما كتقوليسو سنقر وطن وحي فضيسا إن هذا حق قرتو وحول لي تفوق أمينة في الدراسة والعمل قرت واحد وحكي قرتها وهو رئيسا يعني سيدي أيوس الرئيسين أنت أمين الله لا شيء كذا قرتي وحبرشاد يشتق هذا الله بضبط قرت فعلك به وهذا قبح إنسا محي قرت واحد أخر إيسا مع أنه هذه أي شيء ماشي في قرها من بعض أريخ لك قريسا وقضب وعقلاتهم إذا حب أمينة الأسرة كشيء كي سيدي أجع لي أمين قويسك غير كود أبيه يهوي وعروتود هذا ما أعتقد شيء كذا زواج أمينة عفوا زوج أمينة منك أمينة قبى أو يعود صنع محمد بالفاكهة والحلوة إذا هبين ك سوى صنع غضي أبوي وقص عرابي منك أمينة قبى يسوى سيدا خطرد يحلو سوى سيدا هذا ما أعتقد شيء كذا أمينة أمينة أو مشغولة كم مشغول سن في المكتب مكتبك حافظ كجوري يدكيل تعد مفاجأة يضد يارجناز واحد كنيسة ويدك كودن أشجع تقويس كن غيرك أشجع هذانا ويجري تلك الشيء كي وصول أفراد الأسرة واحد كل شيء كي استهادنا قيس كود ضد كي كتر سنة أول عليه دي أبيه دي هو يدها أوسو قالوا يمد إلى بيت أمينة قري أمينة هبين كاي من كل شيء كي مرك يمدين هذانا ما حد كل شيء كي أمينة تو أمينة أو تستقبل الصور وين سكور تقطي أفراد الأسرة تها ضد كي قيس كده كملها أول عليه دي هو يدها أبيه هذانا تاكورهم وعقل كل شيء كي الأسرة تتناول الطعام قويس كي عن تدي عنا يأمي كي عن تدا فديا ويأمين عن تدي صارقتي وأول أهد وهو يد وأبيد وأنك يد وأيدي أسبوع يمين هذا نك شاكين وعطيك شاكين أمينة أمينة تعرض المفاجأة صوبا نكتي واحد كديسة وأنا لما فلانة على أفراد الأسرة قويس كي يعني ذاتي كتر سنة صوبا نكتي هذا نوعك ورنتا كل واحد نتخصتا ومن أفراد الأسرة قويس كن كملا أشخاص تكمل كأ أو يصف التلمام أيه ما سيفعل هو حقوقه ما عنده بالمليون ما كي صواب بنا كتير مليون يهيس أو كذي سام ترى قفل بمك عيسى وانكو قرا ثوم بان قري كني هلابنا مدن وان هباين نهرينو كني هلابنا دتك أو قايمنا أيه تدي محل كتشو أبين مدن ويحول هول أنا جاي جارم قبسنا أيه مدن قلوا هو يدي أدي على مو وان قايمنا أيه كموشين ثانة كشيكة ينعرف تعاد بيدنا أو قحماتي أمينة أمينة هذا نك شغلته تعلم وكجبتي هذا قط مغطي وتتأسف كمرجيسا محل مرجوته بسبب أنانية أسرتها أنانية أسرتها قف سكيدا أو قف ولمن نفسي سوى حلا ضاني أنانية وأنا قف كرأن قف ما وحسينا يا هذا وقح ماتي هبين كان مرجبضا أو يعني إلما كود وي إلما يسي إذا ملكا وين متجي قاعدي أنت وررتي ده نبرك ثانة كشيء هذا أميرة تقدم السينية الكنافة وعصابة لقتا كنافة أمينة صهر لقتا ريركي وعصابة لقتا تري حلوة بدلا من مسابقة المليون يدو كبه دي شيء شيء كديبا مسابقة دي مليون كلوه اللي راحي تري اسكده مفاجأة دي واسنة تري حلوة داعونا أفكي غرير كيس اسكده بيه بكتب ما شرطي عيار بيهايد مليون نمو تشرمي ثانك شاكي تدريب ثاني أكتب واحد قرطا في دفترك أبوك أقر موضوع عن أرن كقر بعنوان عنوان كيس هو أو كشيء كان يا هل كده كيس وحوي أهر يا وصية أم لابنتها وصية أم لابنتها هو يقدر دارتين إن تيدي يا وصية أب لابني أبا يقدر دار مين كيس لا بد عند الزواج مركي جورسني هو يقدر حكوا في عنتين يقدر دارتين إن تيدا إنك سو أبوه يقدر دار ما يقعد وترمام يو aabaha inta badan inaan ka yimid dardaarma wanaagsan oo arimo badan oo isagu u sheegi karo ayaa jira oo hooyada laga yabo inaad u sheegin inantuna hooyadu wax badan baa u sheegi kartaa aabaha aan u sheegi karin fiima la yaqillo wax aan ka yareen kaga qor aan 150 kelima 250 eray mid waliba deewaan inuu qodan mustaciin bil anaasir italiya qodobadan soo socod kaasanaysa oo ku hagaya masuuliyadda zawjiga xilalka ay leeyihiin ee saaran labada isguursaday fil xayaati sawjiya
markay ku jiraan nolosha xaasnimada xilka fuulaya iyo shaqada ay kala leeyeen. Azwaaj waajibaat subu xuquuq, guurku waa waajibaad ku fuulaya xaq rag iyo xaq dumar kaba, mid walba xil baa fuulaya, waa xuquuq xuquuqna uu yeeshaa oo ninku waajibaad baa fuula, xaaskiisu ay ku yeeshaan xuquuq buu isaguna ku yeeshaa, gabadhana waajibaad baa fuula ninkeedu ku leeyahay xuquuqna iyada ku yeelata. Kuwaana ka sheekee وجوب التفاهم في الحياة الزوجية وحواجب إن لس أفكرته نرش حاسن ماذا سل سوكا شكره أو أيس أفكرتك منك يا قبر الصخبة هل كمر من الهاين اسنور تاجنا الهاين وحكون عليهم إذا فكرش وغطش وياي اختلاف الطباع الرجلي وحكون أنت كردوان أنت أبور كنك محوك دوين هاي عن طباع المرأة قبر أبور كيد وكلبة اسف سبأ وما سمعنا waxbaadan waa iska mid bil aadnimada iyo arriman kale iyo waxbaadan iska midin laakiin haddana wax ay kuba kala duwan yihiin ba jiraa oo ay asalkoodu kala duwan yihiin abuur kuba keenayba hadaba hagaajisa husn muamalati bayna zawjayn wada dhaqanka wanaagsan ee dhaxmara labada isqaba oo si fiican u dhaqma waxaad ka sheekaysaa xal mushkilad in la furdaamiyo egada in la furdaamiyo oo la farsameeyo oo la furfuro dhibaatooyinka azawjiyati haaska dhaxmara maxaa lagu furfuray lagu furdaaminaya ee lagu daweynaya bil tafaahumi is afgarasho iyo wal xiwaar wada hadal arintii in wada hadal lagu daweeyo ninku hata inuu sweeyo maaha wada amar uun baan bixinaya amarku hadii aan lagu qancin dibtiisu leeyahay fulintiisu waa adag tahay laakiin waa in la ilaahdaa maxaa xala oo la qodobeeya wixii hal noqon lahaa oo mid walba ilaah kale maxaa ka faa'iida kana maxaa ku dhibaato dadna la isla afgartaa wixii la yeelay مفاهيم خاطئة وعزيزي كيسا يعني أركتي قلدا أو عن الزواج قولك حقيسا وهي أبا فددك قار أي فهمان وقولك أي كهيستان وغرضة انت بضا لن يرضى وكو قلدا من قولك بريق وخوري وهيستان من نقضان حتى رجل دبربا وقار با مولي إذا قوسنا تنقل ليانو نعم يبر وقاي وحا ما هي قرار يمعا بولي قولك waxaan loogu talagalay ay u haystaan dadku jamo wada noqoto marka dambe furriin badan uu dhaca wuxuu ku dhalinyaradu ku dhaca sababtu waxa weeye guurka la fahamsanay wax qaldan may ka fahamsin wuxuu qaldanaa marka la waayna uu ku soo akarma dadana waa ka fakaraanba marka waa in la fahmaa marka hore inuu dhib iyo dheef leeyahay dhib iyo dheef inuu leeyahay oo hawshiisu badan tahay ninka guur la'aanta ku weynaadaana oo ay ku adkaataaba xorriyadiisa hadii maartay yaraanta aan kula qabsan hadhow in fur waaba ku adkaan karta ahay seeniga gelijiraha ardaaga bartay xadigaha oo saxan iyo hawada hadda inuu guri soo kala ku adkaato marka dambe oo laba qabsan karo maay ardaagiisi wax u dhaama lama helaba marka hadaad yacni ka raagtana mabaaf galatid hadaad hore ugu roortana waxyaabo badan oo aanad filayn ma ka soo baxa laakiin waa qof ku tala galaa hawlaha uu leeyahay guurka cadamu samaax inaan loo ogolaan ba wanaagsan linaasi dadka bitatakuli inay soo farageliyaan bayna zawjayn labada isqaba hadii khilaaf dhexmaro yacni waxa weeye gacan geeli jire kor looma maydho baa laga hadaa gacan geeli jire kor looma maydho raas subaxaadna dib looma raaco waxyaabahan xaasaska isku haya wax isku wareegaysta oo macno weyn oo caynkaasa ma ahe wax meel u baxo tal weyn laga gaaro maaha intiisa badane waa waxay furdaamin karaan marka in iyaga loo daayo wanaagsan ilaahay ku soo dhameysta hadday dadka caqli loo fiican yihiin haddana israx haddii isku xirmaan oo iskala bixi garan waayaan taas ayaduna u baahan markaa in dala kala furtaamiyo dan baa keeni doonta haddii foola timaad yacni waxa la yidhaahdaa guda qarsiima haddii arrintu adkaato dawla soo fargelin gacal iyo garsoor buu iman karaa laakiin marka hore ku fiicanta inaan lasoo dhexgelin istishaaratu ahli alkhayr dadka khayrka leh wanaagsan ee wanaaga kula jecel baa oo lala tashado weeye ayaad ka hadli doontaa ida haddii taatay dhacdo mushkiladu dhibaato haday timaado bayna zawjayn labada isqaba haday dhibe ka dhax timaado midalan waa in dadka khayrka la weydiiyo walaalintaas ay jirtee maxaan ka yeelna ayaa qurux badan waa tahay hadaba qawaacidu luqada carabiga imku waxaan ka hadlaynaa qawaacidu luqada carabiga taaniisul ficli ficilki baa dadig laga dhigaa lil faacil haduu faacil ku dadig yahay dartii hadaba al amsalatu waa tusaalayaan udrus baro wallaahiduna fiirso فأقبلت امرأة في سرة كبدني سبا سوق بالشيء
مركا أقبلت امرأة أقبلت فعل كذا لدق تادي بالرعي فعل كذا امرأة لدقة يا لدقة قالت امرأة العز قالت امرأة العزيز الآن الحسحس الحق قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق وعدت أمك حق عضاري أختك عضار ورنت للشقي قالت امرأة العزيز قالت امرأة العزيز هذا قالت بالي ما هذا لو قدر تأو تانيثك وعلى قدر امرأة بفاعلة ومريم ابنة عمران التي أحسن فرجها ومريم ابنة عمران التي أحسن فرجها قبل دي مريم إنا عمران إيه فرجي هذا إلى لسه حبيتي تنك حمانك إلى لسه أحسنت بالي توال رعي ضمير كذا هي أون لقنا يا محي امرأة وددقة وشجرة تخرج جيت كبحة من دور السيناء بورت ليلة يا بركيسن تخرج وحلول الدقي فعل كذا وهي وحون قنا يا شجرة ومجازي وتأنيثة كارنوحها حبيبي وتأنيث امرأة الدقيدو جيت كرب ما هي يعني معنه أفكم بكل الدقي هاي لكن الدقات رب مره إنك أفكر إن جيتكو وابو وحلب مركل لأيه لان تأوك لك سوقات لان مركل لأيه أيو لدي كنو غدا حملت أمهم هو يدي باق قادي وهن على وهن ضعيف تمر درامتك لدو صار حملت بالي أم ومارتي مانت حقيقي أي نحوها فعلوها سافر اليوم فاطمة يمكن أوفي رسو سافر اليوم فاطمة إمك واحد اللي سافر واحد صعود عليه اليوم ما أنت فاطمة وده دقيا وفرزه فاعلك وفاطمة ثانيث معنوي لفدي ولي بويه ثانيث معنوي خلي هذا ما قعدوا مركون ليهين هذانا تادي بكوشرته هذانا فعل كلام جرينين سواء طوام حي وحوي مفصول عن الفعل فعل كيف فعلك ولا خلاص حجر وما هو الحياة ضرب كور الحياة سافر اليوم فاطمة حديث على آخر الحجر ولقو طريق هذا ثانيث وأنا لقدين كنا ومركه هروه لقى لحق لو فيرسو حملت أمه سمارت مفعول كورد حيو هذا اللي أمه ضافة عليه لكن هذا هو لقو طريق كان هو لقو قوي وعلى قصوصة يا هذي فعل كيف فعلك الورد حيو وفعلك مؤنثي هاي وانا لقو طريق كرا وانا لقدين كرا وجمع الشمس والقمر مركه لسو كانوا يعني لسو رياء عبعادة يضيح جمع الشمس هذا مارتا الشمس هو تانيث معنوي بلغة عن راهو مجازي عن راهو يعني عبعيده وعرب مكة لقوها لعبعيد عبعيده وي صوبح دي يضيح وو صوبحي ضيح ونقى أفكينا وكو مذكر عبعيده نوى مؤنث عربي نوى انتاين لك وقمر كو مذكر شمسه نوى مؤنث لكن تانيث كيدو حقيقي ماها ولدك دبا ماها لكن هو مجاز مركا ولا يقول يمكن لما الجمعة تلام أورن تلام مرة يعني يضرب ناوي فاعله محله لي وجمع الشمس ولا قتر كذا هذا هو في ساكن طلع الشمس ولا قتر لكنه ولا قطوس يا ولا قطر كذا ولا قدين كذا طلع الشمس ولا ضرب كرتها طلعت الشمس ولا ضرب كرتها وهي تاني طبها ومجاز المجاز هو لقتر إذا يعني عربكم بعد لدي بخنا نما ياه لدي لو قتر يا دمر نما على لو قتر يا تمشيتو قالت رسولهم وحي ترى في الله شكم كانوا جمع تكسيركم هذو فاعلك جمع تكسير هي هذا ولا قدر كلا نقدين كرا أما مذكر هنقول أما ما أنا سنقول إما قول فرس قالت رسولهم وحي لعدنا في الله شكم إلى ما شكي بقى كتيرة رسول شباطير إلى إحنا مديس هو ما قالت رسولهم يلا أو مذكر يلا جمع الرسول ومذكر أو الرسول شو وابا رجون أيها هذا قالت لي معك هنا يا جمع تكسير به الدنيا هي أما مذكر هنقوله أما مؤنث هنقوله تاذا هو لقو داري كرا وانا لقد دين كرا لابد بوي بنائين رادو فيرسو ارتاحت عفوا قالت واحد الرسول دعاء الرسول يمكن أوفرسو دعاء الرسول قومهم فصوص وحاوية لن تلكوت محاوية لن إلى الإيمان بالله إلى الإيمان الوحدة دعاء الرسول رسوس وحقوا باقين قومهم تلكوا إلى الإيمان بالله وحده إن الله قراركم أيام مركا عمكا تادي ولا قد داي وجمع تكسير كيون هطنا
11 ارتاحت الانفس نفو waxay ku raaxaysteen oo ay maartay ku farxeen ama ay ku nasteen lil manadir al jamila muqalada quruxda badan الانفس واجب تكسير الانفس واجب تكسير marka waa taadi waa lagu daray imkan waxa irtaah al anfusu nafu waxay ku raaxaysteen lil manadir al jamila muqalada quruxda badan imkan waa laga gooyay marka waana muanas al anfusu مرة ولا قدر إكرام مرة ولا قدر هدوش من تكسير يعني هذا بقى قاعدة قبها تال قاعدة تلحق غير هذا تاوتا نثبار هذا الساكنة تقربا الفعل فعل الماضي تجي في آخر حاجة ما يكرر هذا وتلحق غير هذا التاوتا لا المتحركة تحرك يسم أيار هذا تأنيث كشيء يسا الفعل المضارع فعل المضارع في أوله بلا فعل المضارع كجسا وتاوتا نيث ما وتانيث الفعل فعلك إن دديك لقديكو لفعل فعلك سدرتي واجب مروى واجب وجائز مروى بنانك أولا كهوري أما مر كهوري يجب واجب تانيث الفعل فعلك إن دديك لقديكا في موضعين لبا ميلود في الموضعين لبا ميلود التاليين يسوس عضا ما هيك ليهين إذا كان الفعل فعلك هدوية هاي حقيقية التانيث دديك يسمد وهي هاي هدوية هاي أو دمر نمديسة أما دمر بينارين دديك نمديس دمر إيوح حيوان كربوين غوكران ولم يفصل إليك أو فرصه وقال لك لدح قرين عن فعل يسجي فعل كيس أنا أقول لحياة كلمة لحياة كيس قرين مركا تانيس كيس هو واجب إذا كان الفاعل هذا فاعلك نقضه ضمير مقعيال يعود نقنية إلى مؤنث حقيقين شيء دديقه دديقه سرية هذا نقنية حقيقية تانيس أو مجازي تانيس لا بد أو فرصه هذا ضمير يحي أو ضميرك نقنية شيء دديقه سرية أما ونفر أهينه وليل ليل يحي dab iyo deeldeelba haduu aan haduu damirba yahay oo shay dadigu u noqonayo dadigaas ama dab ha noqdo xaqiiqo ama deeldeel iyo baartay wax afka uu laga oranayo ahadee haduu damirka yana waa waajib saarin qaybta labaad u fiirso yajuz waxa banaan taaniisul ficil ficilka in dadigiisa in la dadigeeyo oo taadi la raaciyo la dadigeeyo maxaa looga jeedaa taadi dadiga tilmaamaysa in lagu daro dadiga tilmaamaysa waa maxay فأخذ لك هذا قالت وحد دريم يسا عدة هذا الكاتين إذا دكتها فعلك ما لدي قادسه هذا لكم ما لدي قادسه لكن تعالى سوحي تماما يسا عدة صوص عطا إنا إذا دكتها هذا قامت هذا هو يستاقت لغورا وحد سيد دريم يسا عدة كعتان كسيسين إذا دكتها فعلك إذا دكتها مركا فعلك إذا دكتها تماما يسا تأضو لكن فعلك هو لحد دك ماها وتالين إذا يورا هذا من إذا دك ما نقضه الله بنا ما نقضه برادية كذا إيه waa taa daa yajuus waxa banaan taaniisu ficil ficilka dadiga laga dhigo oo calaamadi la raaciyo fil mawaadi'i meelaha ataaliisu soo socota idaa kaan faa'il faa'ilku haduu yahay xaqiiqiy taaniis dadigiisu haduu dhab yahay waa mafsuulan aan ficilay isagii ficilkiisa loo dhaxeeyo isagii ficilkiisa loo dhaxeeyo waxaan ku soo marnay oo kale oo kamid ahay saafara al yawma faadimatu oo faadimo waa dadiga dhab ah laakiin yadii ficilkii al yawm oo dharaf baa u dhaxeeya waa laga deen kara waan lagu dari kara وغضب وعقل قم إذا كان الفاعل هذو فاعلك يهي اسما ظاهرا ما هذا ضمير هذو ظاهر يهي مجازية تانيس ودقني ما يسنع إسكتهاي مد آن حقيقة أهين وبها كم إذا وها كم إذا وجمع الشمس بها كم إذا يا كم إذا أو العدو ودق حق مجاز ويان حقيقة ماها ولا قدر ولا قدر كه ولا قدر ينكره kulki lagu daray laga daayo waa marka markii lagu darayna wuxuu ku jiraa dalacati shams oo marka waa lagu daray labadoodu way ku banaayeen idha kana al fa'il jam'a taksir hadu fa'il ka jam'u taksir lil mudhakkari aw lil mu'annas ama wax lab ha noqdo ama wax dhadig ha noqdo ee hadu jam'u taksir ba noqdo lab iyo dhadigiisa ba taada waa lagu daray kala waan laga deen kara isaga oo lab ah oo taadi lagu daray waxay ahayd qaalat rusuluhum rusulodi ba tilaa filahi shaq waa wada rag rususu hadana taadi waa lagu daray hadana waxa lay دعاء الرسول رسول واحد وقبا غين قوم مدد كودي إلى الإيمان بالله وحده إلى قول رقم أيام كل كان يسقو شمع تكسير مذكر بقى لقد داي حدنا واحد ارتاحت الأنفس نفوا واحد كره حد يستين للمناظر الجميلة مغالطة بروح البطن وشمع تكسير تادي بقى لقدر حدنا محل إيري ارتاح الآن الأنفس للمناظر الجميلة واحد كفر حي نفوا أما يكون راح يستين مغالطة بروح البطن تدريب واحد ليس ككوبات بين عد بين عداء حكم تانيث الفعل فعل كان دديجيه حكم كيس واضح مواجب ام سواء جائز
للفاعل فعلك درتي بالو دديغي او فاعلك دديق فيما يلي وحا سو سوده مع بيان سبب سببتنا عده الجمل كله جملوينك الحكم هو كاسو ونلقى قربا لو يقول واذا جاءك المؤمنات مركي كو يمادان دو مركا الهي رميه وفيرسو المؤمنات هو اسم ظاهره حمل التانيث حدنا فعلك لما راعين تادي لما راعين ما هو سوا waxa u dhaxay mafcuulki oo kaafka marka waxa loonaya waa majazi u taanis baa loonaya waa lagu dari karaa waa laga deyn karaa imi kuwa laga daayo wa takoon aljibalu kal'ihn almanfush ay noqdaan buuro sida yaani suufka oo kale hadaba takoon taada imi kuwa la raaciye aljibalu baa faa'il waa wa ismigi waliba wa ismigi takoon wal taadina waa lagu dara ficil kuwa mudari' laakiin waxa weeye iska jaayis maxaa yeelay وجمع تكسير جمع الجبلي الى الجبل كوا مذكره هذا تادي بالرعي واسك جائز وجمع الينا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كانوا والامد او اسغنا وا جمع تكسير كا ولو قدر كا ولا دين كرا قالت العرب امننا وعاد ان كريميغا الى بان رومينا قالت باي يمكن لي العرب وجمع تكسير وجائز ولو قدر كا ولا دين كرا يمكن انها شجره تخرج في اصل الجحيم وعلى ان كان هو جيد كبق لا أو كبها نار تجحيم جنتي دي سلكين والعياذ بالله وضو فرصو تخرجوا تادي والله قدره مضارع ويان حق غريك غيرتا مواجبة مسوى جائز تنوى واجب ها واجب كده جاي وضمير انه قنية شجرة شجرة مجايز وتانيس بها النقطة لكن ضمير كده مركو فاعل نقضه وواجب تانيس وواجب تانيس وبست الجبال وبست إلى بربريو يعني بوره إن قوان ما يفعل تادينا ولا قدره محوية هو جائز سوات ومحوية تبعو تكسير قالت النملة قرآن شاتري يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم قريهن قرأ قرآن شو قريهن قرأ بيت قالت النملة مركا يدوا اسكددك ويدنا واسكواجب أما يعني مذكر يمع نصبا وإن غنكرتا نملة قلك لليه أو جمع تادينا وحر أخرى صارت جمع iy mufrato namlo nadirada taa lagu waa jamac namlo tuna wax bad kariya marka midun baa looga soo wax ka jaasay marka noqonaysa hadii ay hadaan xaq qahayn wa maratun mu'minatun hadii gabad ilaahay rumaysay in wahabta nafsaha hadii gabad ilaahay rumaysay nafteeda siiso nafsaha li nabi nabiga haday iyadu isu hibeeyso oo nafteeda nabiga siiso ayaa la yiri hadaba wahabat wala raaciye taadi waa waajib in la raaciya صوتك تنتهي وام حي وضمير فاعلكم وحنا قلنا يا مجاز وحنا قلنا حقيقة تانيس أو امرأة المؤمنة وكذب به قومك وحبيني تلك كذبت قوم نوح المرسلين كان وجايس مرة ولا قدر مرة ولا جقول وما كانت أمك بغيا ما يهين هو يدا ما يهين قفح ما يهين أردنا نحن يا مريم اللي قول تنو واجبه وحوي فاعلك أنا حقيقة تانيس أمك بالله تدري تاني لا يلسك اللباد ضع واحد اكتا اوضا ماضي ضع واحد اكتا كل فعل فعل كستا من الافعال التالية في ثلاث جمل سدح جمل اضغو فعل كستا قلي من شايك اضغو اضع رسو بحيث السباد قلي يكون واجبة جاجبة التانيس مرة فعاشا سوحا نقول ان تانيس كده ادوات شكاركتو في الولا مركة هوري وجايسة تنوح صدر كيسا مركة لباد نبيت برنابات كده كيسا في ثانية مركة لباد اما جملة اللباد انا راهدو جملة اللباد وممتنعة تنوح صدر كيسا تانيس كميد ممنوع يهي في ثالثة الجملة ده صدحاتنا كذلك سلا واحد صدح فعلنا وخرج وبحي يدخل وقل يسمع ومقل صدح ذا فعل تال الراعي مر واجب هنقضه إن الراعي مر هنقضه جائز مر إن الراعي ممنوع هنقضه والله على بسوا بالله توفيق